هل أزهر الدوح ملء القوطتين شذا أم ذاك عطرك فوق الجيد ينسكب وذلك اللحن هل أصداء ضحكتها أم القدود إذا ما أنشدت حلاه بالست ماري. بدي اشوف جمال باشا. مخصوص شو؟ هو بيعرف. بس يا ست ماري لازم سجل موعد الزيارة ولازم اذكر فيه سبب طلب الاجتماع. هيك الاصول. الاصول تحترموا الناس وتحفظوا كرامتهم قبل ما تفكروا بهيك اجراءات سخيفة وتسموها اصول. شو قصدك؟ قصدي واضح. بدي اشوف جمال باشا. روح خبره وهو بيعرف سبب زيارتي. طيب واذا رفض؟ إذا رفض بيكون عرف كتير منيح سبب زيارتي وعطاني جوابه بدون ما أشوفه. تفضلي تفضلي استريحي على الكرسي ست ماري. تفضلي. شكرا. كرسي على كاستي. جمعيات بدون إشراف الدولة، يعني هاي الجمعيات تحت إشراف دول تانية. هون ما في غير الدولة العليا عم تحكم. إذا في دولة تانية خبرونا مشان نعرف. هاي الفوضى لازم تنتهي، وما بتنتهي إلا بهيبة الدولة، وهيبة الدولة ما بتكون إلا إذا استخدمنا القوة. ماري عجمي عندك بالمكتب؟ تمام أفندي. تفضل. هاي اللي اسمها ماري عجمي جاي لعندي لهون مشان تتوسط لواحد اجنبي. واحد اجنبي عم يتجسس على الدولة العليا. يا ريته عربي او ابن البلد. لا اجنبي يوناني كمان. شو لازم نقول لهي الحربة؟ شو قدرها يا باشا؟ احبسوها معه يا باشا. للاسف يا ست ماري ما سمح. أنا بنصحك ما بقى تيجي على السرايا كلها.
بقول لجمال باشا، بتقول لك ماري عجمي، الحاكم وقت يمنع أهل البلد عنه بيكون عم يكتب بإيده ورقة نعوة لحكمه بهي البلاد. تعرف شو؟ تفضلي. في كلمة كبيرة كتير بتمي مستحيل يقولها، بتمنى تعرفها لحالك وتوصلها عن لساني لجنابه. أنت في سجنك أكثر حرية مني، السلاسل والأغلال والأقفال التي يغلون بها أيدي السجناء ليست بأشد مما يوجه لذاكرتي. ما رح تشرب معصبة، ما شفتي كيف حالتها؟ بدنا نسايرها ونطول بالنا عليها. حبيبتي الحكي ما عاد ينفع هلأ، الخطي بتكون عم تبكي. بس بدي افهم بيترو شو عامل. يا الله شو خايفه يجي الدور على ماري. الله لي يقدر. تعرفي كيف فينا نروق؟ كيف؟ فوتي جيبي كمان لقلك. بخبي عنك، محروق قلبي على ما التم انا وياها ببيت واحد واخذ راحتي، تلبس لي هيك التفريعه وتخدق قدامي مثل نبعه المي الصافي رايحه جايه مثل مكوك الحايق. شو قال لك الدلال على البيت؟ قال لي البيت على كيف كيفك، كبير وشريح ولاطي برني هيك على جنب البيت. عم نقول لك على كيف كيفك. طيب وشو قال لك، شري ولا كري؟ والله هو ما رضي كري. يعني شري بس، يعني والله كل هم الحارة بالزاوية منها خايف يعرفوني. ولو يا حجي، انت ما رح تجي الا بالليل، مين رح يشوفك بالليل؟ يعني بدي سلحي بسلحة بي. عداك العيب حجي. شو قلها لسامو؟ خلاص خلاص بصير خير وبعدين بنحكي. روح بأمر الحجي. انا الله معك يا تركي يا حنون. والله
على قامتك يا بسيمة، كيف مطالعة بناتك هيك بالطريق؟ شو جناتي انتي؟ يا مو فوتوا لجوا. لك شو صاير لك؟ ليه ما عم تردي علي؟ شو جابك فايزة؟ سألتك. انتي مو مشان هيك جاية لعندي؟ جاية شق عليكي. من ايمتى كنا والشمس ترقعنا؟ من هلا حبيبتي. ليش هيك عاملة ببناتك؟ ما حدا قالوا عندي شي. وإذا عمهم صبحي دري؟ أو هو كمان مالو عندي شي. بس هذا عمهم يا بسيمة. ضحكتيني فايزة. قال عمهم؟ قال من وين لوين؟ هلا أنا مالي جاي أفتح معك دفاتر عتيقة. أيوة لكن ليش جاي؟ جاي أعرف ليش ما قبلتي تتجوزي صبحي. يو ما فهمت عليكي. سؤالي باين، ليش ما وافقتي؟ مالي مجبورة جاوبك. لا مجبورة يا ستي. مع أني مالي مجبورة بس رح جاوبك، بس لفشلي خلقك. عادي فايزة عادي. يا فايزة، صبحي أخو المرحوم صالح الكبير، يعني بمقام أخي الكبير، وأنا ما فيني أشوفه غير هيك. وشو كمان؟ شوفي فايزة، أنا وياكي بعمرنا ما كنا أصحاب، بس إذا بدك تدغري، أنت بحياتك ما آذيتيني، وأنا كمان ما فيني آذيكي. بعدين زبيدة وسعيد يشهد علي ربي أني بحبهم خيرات الله، وسعيد خصنا بحسه مثل إخواتي. يعني إذا أنا بدي أجي ضرة على أمه وأسرق أبوهم منه، كيف أنا بدي حط عيني بعينه؟ ما بقدر. لا فايزة، إذا غيري بيعملها أنا لا ما بعملها. بعدين أنت أخبر مني بصبحي، هو بده يضمن إذا تجوزني أني أسكت عن حقي وحق بناتي. بتعرفي كل همه قرشه وبس. شو يا ماما حطيتينا الغدا لسه؟ والله خورنا من الجوع. ايه فايزة عادي تغدي معنا، والله بننبسط فيكي. إذا مرت عمي رح تتغدى عنا، أنا وفتحية رح نحط لكم الغدا. ايه مرت عمي خليكي تغدي عنا. يلا تقبروني ورجوني شو رح تحطوا. يسلمولي ستات البيوت. بس ليش هيك عاملة بالبنات؟ أيامهم غير أيامهم. وصبحي إذا ما بدك نطلع عندي كل حين ومين لا تخبري. ليش ما في غيري خبره يا بسيمة؟ يا ستي ساعدها بيحل الحلال. قولتك المشكلة جاية وجاية، ليش نستعجلها؟ أهلا وسهلا فيك. عمي ابو عبدو لك كم يوم مالك على بعضك؟ الله يا زكوان فكري مشغول كتير. خير شو في؟ هلا انت مثل ابني ما بخبي عنك، جاي عريس لبنتي. ان شاء الله الف مبروك. لك شو الف مبروك؟ عم اقول لك جاييها عريس، ما عم اقول لك وافقت. يعني معجبك العريس عمي ابو عبدو؟ يعني هلا لو هيك بيجيها واحد، لك لو كان معتار، لو كان فقير، يعني شروح حكايتك، بس هيك يكون آدمي. والله ما بقول لا. يعني هو شو مشكلته العريس اللي تقدم للمحروسة بنتها؟ إذا حدا سأل عني أنت ما بتعرف. ها أمرك عمي أبو عبدو، خصوصي الحج صبحي. أمرك عمي أبو عبدو. فتح لي مخك بقى، فتح لي مخك. أمرك عزيز.
شفت سارة من شوي طالعة لحالها من مخدعها ورايحة على الفطور. شو ناوية تساوي؟ أصلان وينه؟ بالجنينة. بس ما قلتي لي شو بدك تعملي؟ ولا شي. لا تتعبي حالك يا خانو، يلي مثلي سره مباطع مع يلي مثله. صار يا شي مختصار وبالحنتور ضبوا غراضهم مشي الحال؟ ضبوا غراضهم لأنها هي مع شي. سارقتهم؟ قالت إنه سارة عطياهم. أنا بصدق لسارة. بتعملها رجع لها يا لسارة؟ ليشيم وخبر مدير التشغيل يبيع التنتين. فينا نحكي؟ شوفي زويدة، هذا اللي عم يصير لا ذنبي ولا ذنبك. صحيح انت عذبتني، بس انا حبيتك. خليني دللك وكون مرتك عن حبا. خليني تسبي حالك، ما رح يمشي الحال. ليش؟ أنا بحب سارة وبدي أتجوزها. لكن ليش تجوزتني؟ حكم نزار باشا، حياتي بإيده، مستقبلي كله بإيده. لكن أنا درست وجبت شهادات من باريس، بس إذا غضب علي بشحت. ما حدا بالدنيا بيسترجي يشغلني إذا نزار باشا ما أمر. ليش إجيت لنص الشام وخطبتني؟ سوء حظك. لسوء حظك إنه أمي اندلت لعندكم. لكن احنا دلينا على كتير بيوت ورفضنا، ولما كنا نرفض كنت افرح كتير. بس اخر شيء اجت اوامر نزار باشا انه ما ارجع على قسي تاني الا والعروس معي. شو اللي تغير هلا؟ ليش فيك تتجوز سارة؟ عملت له اللي بده اياه للباشا، وهلا اجا دوره، صار لازم يعمل لي اللي بدي اياه. زويدة، لو ما اهلك وافقوا على الجازة كانت انطبشت براس بنت غيرك، بس وجودك هلا هون عم يقويني عليه. عم تفهميني؟
سامحيني عن جد سامحيني سبيدة، أنا بعمري ما أذيت حدا. زكوان تعال شوي تعال. مو الحجي شو معلمك كمان ما اجى اليوم؟ لا والله ما اجى. خير صاير معه شي؟ لا مو صاير معه شي بس مشغول شوي. ايوه مشغول ولا قال لك تقلي هيك؟ لا ما قال لي لك هيك، هو عن حق مشغول. لكان بس يفضى قال له ابو سعيد مشتاق لك ومستنيك على نار. امرك حجي. بدك شي غيره؟ الدعاء. سلام عليكم. الله معك. معلمك تسلبها علي ما. فرجيني يمي الشغل لشوف. لا مايلة كتير مايلة، ما عجبتني. منيحة أمي؟ لا مو منيحة، فكية ورجعي شكية. يا علينا والله منيحة هيك. قلت لك مو منيحة، ما بصير نطنش عن أي حبة، بعدين بيطلع الشغل لا مرتب ولا متقن. هذا مشان حبة وحدة؟ ايه مشان حبة وحدة. ماشي امري لله رح فكها. ايه فكية بقى على قامتي شو لك عا. امي شو بكي مع بعضك؟ ايه امي شو بكي مالك على بعضك؟ فيش قلبك؟ لا ولا شي، عم فكر انه خالتكم سليمة طولت كتير. حبيبي انا بيهمني المصاري، بتقبضني تاخذ بضاعتك وببصم لك على السندات اللي بدك اياها. انت امن لي البضاعة واعتبر حقها موجود، بس بدي خامة اتقل من اللي عندنا بالمحل، هو بشرط ما يكون في منها بالسوق كله. بعدين ما بدي حدا يعرف انه هي البضاعة لإلي وخاصة ابي. طول عمري بقول عن ابوك ما في بقلبه رحمي، طلعت انت اكثر منه. هلا ليش هالحكي اللي ما له طعمه؟ خلينا بالبضاعه. حتى تعرف انه ما حدا بيعرف يبيع ويشتري مثلي. البضاعه موجوده، واذا بدك هات عمله بكره استلم. موجوده؟ موجوده، بس حقها شندي. طيب اعطيني يومين لملم حالي وامن حق البضاعه وبجيبهم لعندك. مثل ما بدك، بس اذا البضاعه ضلت عندي وما نزلت على السوق بيفرق حقها. كيف يعني؟ يعني إذا استنيتك شهر بيصير سعر، وإذا شهرين سعر تاني، وخاصة أن زبونها جاهز يعني أبوك، وأبوك أحسن زبون عندي، ولحتى ما يدرى أبوك أنه البضاعة رايحة إلها كمان له تمنه. هلأ هيك بدنا نشتغل؟ كله بحقه، وإذا ما بدك من بكرة ببعتها لعند أبوك. شو خواجة؟ كان بدك تلوي لي دراعي، قلت لك عطيني يومين بلملم حالي وبيجي حق البضاعة لعندك. تكرم عينك، أنا بدي أكسبك زبون هاليومين على حسابي، بس يوم ثالث بيختلف السعر. ماشي مثل ما بدك. سعيد انا بالخدمه، انت ما بتريد شو ما بدك. شو بتقصد؟ يعني اذا بدك بضاعه بعدها بدك شريك، بدك تتدين، بدك بقصتك، بس كل شيء بتمنه. ماشي بخاطرك. يامو ايه يامو انا هون. مرحبا يامو. اهلي ليش تارك المحل هلا وجاي؟ ما في شي يامو، شغله وراجع. قولي لي معك شي مصاري؟ ليش المصاري؟ شوفي لازمني مصاري. شغلت لي بالي يامو. شوفي لا يامو لا ينشغل بالك، بس صحت لي تجره محرزه. اقول لابوك؟ لا ابي ما دخله. ما دخله؟ هاي التجره لي وحدي، ابي ما له دخل فيها. وأبوك دريان؟ لا مو دريان، ولا بدي إياه يدرى أصلاً. ولي على قامتي، وإذا دري إنك عم تتاجر من ورا شو بيعمل؟ لا تخافي ما رح يعرف، ما هو أصلاً قديش كان يتاجر من ورا عمي الله يرحمه.
مو بس من ورا عمك ومن ورا ابوه كمان. شفتي شلون؟ وانا عم اشتغل معه طول النهار بالدكانه على بيع وشري وتعتيل وفوتر، واخر النهار بيعطيني خرجيه مثل اولاد الصغار. خلاص انا صار لازم اعمل شغلي وحدي. هاد مو معناته اني رح اترك ابي، بس بدي اعمل شغل لإلي وحدي. قلي لي هلا يا مو، معك شوية مصاري تدينيني اياهم؟ شهرين ثلاثة وبرجعهم. معي بس ما بيكفوا، خذ صيغتي. لا يا مو لا، ما بدي صيغتك. رح اخذ المصريات اللي معك، حطهم فوق المصريات اللي معي ودبر حالي فيهم. الله يوفقك ويفتح بوشك يا رب، تكي لجيب لك اياهم. يا مو سعيد، شو مشان اختك؟ والله قلبي عم يغلي عليها مثل النار. لا ينشغل بالك يا مو، انا بس في شغلي براسي اسبوعين بخلصها، وبعدها ان شاء الله بسافر لعندها على اسكندريه. قولي على قامتي، مصيبة وقعت فوق راسي. يا لطيف، خير إن شاء الله؟ حذري مين إجا طلب إيدي من أبي؟ ألف الحمد لله. لك يا حجة، مصيبة مصيبة عم قلك. مين؟ صبحي. من كل عقلك عم تحكي؟ لكن من نصه. والله ما عم بفهم، يعني صبحي بذات نفسه راح لعند أبوك وطلب إيدك منه؟ إيه صبحي صبحي. طيب وأنت ليش خايفة كل هالقد؟ أبوك لا ممكن يوافق عليه. ما أنا هذا الشيء اللي مخوفني، إنه أبي ما فاتحني بالموضوع، سمعته من قفل الباب، ومن يومه أبي مكركب ومو على بعضه. معقول يوافق؟ والله ما بعرف، بس هو كل همه إنه يأمن علي ويجوزني. لا بس أبوكي فهمان ولا يمكن يوافق على صبحي. ليش لحتى ما يوافق؟ لأنه شو؟ لأنه ما حدا بيحبه لصبحي. ما بتعرفي، يمكن أبو عبده بيحبه، كل عمره جاره بالسوق وبالحارة وبيعرفه منيح ومتعود عليه. شو قصدك بسيمة خانم؟ هلأ ما عاد يتعيب صبحي؟ هلأ صارت أموره تمام؟ كنتي قبلي فيه وتجوزي أنتي. طولي بالك يا ألفا، أنا ما عم قلك ما بيتعيب، بس يمكن أبوكي بيشوفه هيك، ساعتها شو رح تعملي؟ والله ما بعرف شو بدي أعمل. خلص بقله ما بدي. وأبوكي حيرد عليكي وهو كل همه بالدنيا جوزك ويأمن عليكي؟ حجة مو غريبة إنه صبحي يروح يطلب إيد ألفت بالذات؟ شبكي بسيمة؟ كأني ماني قد المقام يعني؟ بلا جدبة، أنا قصدي صبحي مو قاصدتك إليك. صبحي ما بيعمل شيء إلا بيكون في إله مصلحة فيه. لما طلب إيدي كان كل همه إنه سكتني عن حقي وحق بناتي. بس يا ترى هلأ شو مصلحته إنه يخطبك إليك؟ ما بعرف شو مصلحته معي يعني؟ باينة مصاري أبوكي. الله لا يوفقك يا صبحي، كل المصاري اللي معه ومن قد أبي وعنده أولاد قدي وفوق هيك فايت على طمعها. إلهي الله لا يشبعك. شبك أبو عبيد؟ صار لك كم يوم وعلى بعضك؟ مو على بعضي وبس، حاسس روحي رح تطب يا رجل. طول بالك، ما حلك تتعود بقى. على شو بدي اتعود؟ على الزلية اللي نحنا فيه ولا على هالغربة؟ ولا على الخوف يلي عايشين فيه طول الوقت؟ لا تطلع فيه هيك، الخوف مو على حالنا، الخوف على أهلي وأهلك، أمك، أبوك، أبي، أختي، أخي اللي لحشينه بالحرب وما بعرف هلأ إذا عايش ولا ميت. بتهون أبو عبيد إلا ما تخلص هالحرب. إن شان الله أسعد، من شان الله حاجة تقلي هاد الحكي. ما بسمع غير العالم عم بتقول بدها تخلص هالحرب. شلون بدها تخلص؟ قلي شلون بدها تخلص؟ قديش بده يكون حق غالي؟ يا سيدي وبفرض خلصت، نحن شو بده يصير فينا؟ فكرك رح نرجع مثل الأول؟ جاوبني. تقدر؟ لك هي 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 كيف بدنا نخلص منها؟ والله لا أنا لا غيري بيقدر حدا يجاوبك. ما في غير رب العالمين وحده هو اللي بيجاوبك. لا إله إلا الله ولا اعتراض على حكمه. بس والله طولت كتير لك أزمان، كتير طولت. الاحتلال الأسملي من مصلحته انه نحن نكون متخلفين،
انه نكون جاهلين. بجوز البعض منكم يسألني ليش؟ لانه بتخلفنا هو بيضمن بقائه بيناتنا وبتمتد جذوره اكثر. لذلك نحن لازم نوقف بوش هذا الاستعمار. كيف بدنا نوقف بوش هذا الاستعمار؟ بعلمنا وعملنا. لما اللي نحن بنكون متسلحين بالعلم وفكرنا متنور وعقولنا ناضجة، نحن منقدر نحارب هذا الاحتلال ومنقدر نمنعه من التوغل ببلادنا، وبإذن الله تعالى نحن منكون قادرين إنه ندحره. وهلأ شو قولك بعد اللي سمعتي؟ خلصت قبريني، أنا رح حربك منهم. عن جد؟ شلون؟ شو عم تحكوا؟ ما في شي، عم بتعاتبني زبيدة إنه ما عم بيجي كتير، وعد تصير إجي أكتر أمطار عقلة. البيت بيتك ست سوريا، إمتى ما جيتي أهلا وسهلا فيك. ها؟ شفتي شلون عمتي؟ عشان ما بقى تقلي لي إنك خجلانة مش جاي على بيت حماي. الله يسامحك، بزعل منك هيك. لا، ما بيهون علي زعلك بنوب. خلص والله رح أعمل جهدي إجي بالجمعة مرتين ثلاثة، منيح هي؟ يا خانوم، في جارية وقعت يمكن كسرت إيدها، عم تولول من وجعها. شو جارية ما جارية؟ قصدك خدامة. ما تواخذيني يا خانوم مشان الله، بس من لهجتي ما عرفت شو أحكي. بدي استأذن منكم شوي، بدي شوف شو صاير. تفضل، بدك مساعدة إجي معك؟ لا، خليكي مرتاحة. إيمت، كرمال الله إيمت. أعطيني بس يومين لحتى زبطها. بس ليكي زبيدة، أنت لازم تحكي مع صباح مشان تساعدنا. إيه.
هدول المساجين بطلق سراحهم فورا. اسم بيترو باولي مو موجود بيناتهم يا باشا. اكيد ما رح يكون معي الاسماء. هذا بيترو باولي عداوته وكرهه للدولة العالية اكبر بكثير من اي ضغوطات واي ممارسات، حتى لو اجت هاي اللي اسمها ماري عجمي تضغط علينا. هذا واحد مخرب وتأثيره خطير كثير. تمام يا فندم. هذا بتبعته فورا على الأستاني، لازم يصادق عليه الباب العالي مشان يتنفس. اعدام؟ مثل ما قريت، اعدام. لساتك عم تكتبي؟ والله يا أمي من الصبح عم حاول بس ما عم يطلع معي شيء، ما عم بقدر ركز. حق معك، الواحد مو عارفان على شو بده يركز أفكاره. في أخبار؟ لا تخافي، إلا من الوقت اللي ما منعود نسمع فيه أخبار. نحن بالمنفى هون، الله أعلم كيف صاير الشام هلا، خاصة بوجود واحد مجرم مثل جمال باشا. أمي أنا داخل كتير وبدي أتمشى. ديري بالك حبيبتي، نحن بقرنة مقطوعة. ولا يهمك. شو شايفتك رجعتي بسرعة؟ ايه لأنه طلع ممنوع بعد مسافة أكثر من ربع ساعة عن البيت. شلون؟ منين هالحكي؟ العصم الله، لسا ما وصلت لأول الطريق بنطوا بوشي اثنين من الضابطية بيفهموني إنه أنا متجاوزة الحدود المسموحة لحركتي، وقال بفضلوا إنه ما بقى أطلع من البيت، أريح لهم وأريح لي. يوه شو حبس؟ منفى وإقامة مثل الحبس وأضرب وإنتي السادة. الله يورجينا في يونيو. آمين. بس إمتى؟ إمتى؟ طولي بالك أمي، طولي بالك إلا ما تفرج. لازم لاقي بيترو. ماري شو صار لك؟ كل عمرك العقلة بيناتنا. ماني قدراني، ماني قدراني اقعد هيك بدون ما اعمل شيء. والله شو؟ شو رح تقدري تساوي؟ ما بعرف. روح بطلع بدور بسأل عنه بلاقي. وين رح تلاقي؟ ببيروت ولا بعلبك ولا بصور؟ كل الولايات فيها الجون، بعدين يمكن يكون هون بالشام. يا ماري إذا بيترو نفسه ما بيعرف هو وين، أنت كيف رح تقدري تلاقي؟ لازم أعمل شيء، لازم روح دور عليه، مو معقول ضل هيك، قلبي مو مطمن، خايفه.